ايمن نور كاتب النهارده على تويتر: الحمد لله والشكر لله. ايه يا عم؟ قرت الدائره الاولى بالمحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم كذا لسنه كذا المقدم من وزيري الداخليه والخارجيه ضد الحكم الصادر منذ عامين من محكمه القضاء الاداري باحقيه ايمن نور في تجديد جواز سفره من الخارج، وبعد هذا ويعد هذا حكما نهائيا وباتا واجب النفاذ. يعني ايمن نور من حقه ياخد جواز، مش هو ده كلام جواز ايمن نور؟ هو جواز ايمن نور باطل، ما التويته موجوده، هو كاتب جواز ايمن نور، انا بقول جواز ايمن نور باطل لانه جنسيه ايمن نور اصبحت منتهيه الصلاحيه. جنسيته مش الورقيه والمستنديه، جنسيته الوطنيه اصبح فاقدا للوطنيه. اللي بيشتم بلده بره ايا كان درجه الخلاف، اللي بيتآمر على بلده بره ايا كان درجه الخصومه، فهو حرام ان يكون مصري. ادي القضاء حكم لايمن نور ياخد الجواز السفر، مع احترامنا لكامل احكام القضاء. اللي مش عاجبه جمال عيد ومين ومين وبيكلمه على القضاء بيتم توظيفه، ودي قضيه لا يجب ان تمر مرور الكرام. طيب تعالوا